بسم الله الرحمن الرحيم، معكم في العيد منتقي مباشره من عمله بسلطه الفداء. وحنا دابا كنتواجدوا عند الابطال ديالنا الطون ديم اكرد حميد البروش، فاز المسابقه ديال مدينه ديال سيدي بوعثمان، وضمن جمعيه ديال منتدى التحدي ديال السلطان، وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. الاخ اكرد حميد، مبروك عليكم في هذه المسابقه اللي بدلتيها اليوم، وبغينا نعرفوا الديكلاراسيون ديالكم كانت ممتازه جد هامه في هذا الاسبوع هذا، والحمامه واش جيتوا لقيتوها ولا خذت لكم بعض الوقت؟ كي العاده خذت شويه بعض الوقت، كنا مريحين تماك ما شفناهاش. واحد الاخ هنا طلق الحمام عنده عشوائي، كل سيمانه نفس المشكل، كيبقى يدور مع الحمام، وكيك شي عايز داخل في اللعبه. واش غدير معكم؟ ما ديروا لي هادشي اللي كاين، ونشوفوا الاخ البروش هو اللي غادي يعطينا شي كلمه، هو اللي شاف الحمامه باش جات. كيف جات اخ بالعيد؟ جات الحمامه بقات كدور في الطلقه هذه، جات بقات كدور. السيد اللي حدا البطل اكرد حميد طلق ليه واحد السيد الحميمات، جات بقات كدور معاهم، جات سنبل ليه واحد جوج حمامات هبطوا، جات عباش هبطات كونستاطات مع 34 وجات وحده اخرى واقيلا جوج مع 34 عباش الرات الاخرى معاها. الاخ حميد نتعرفوا على الحمام الله يرحمه والديك باش نوريو المشاهدين الكرام توقيت ديال الحمامه المعلن عنها في المسابقه ديال مدينه ديال سيدي بوعثمان، وضمن جمعيه منتدى درب السلطان في الموسم. الله يوفق كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذا هو اللوط الخارجي بالنسبه للبطل ديالنا اكرد حميد البروج. كنشكروه من هذا المنبر في المنزل ديالو، وديكلاراسيون جد مهمه بالنسبه لهذا البطل هذا اكرد حميد للدخول غمار باقي المسابقات في هذا الموسم كما كتشاهدوا معنا في الصورة. تعرفوا على النيميرو الباق الأخ حميد؟ شحال؟ صفر 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 سبعة 75 20 صفر سبعة خمسة صفر 75 20 صفر 75 20 2014. مبروك عليك، وشوفوا الحمامة الثانية الأخ البروش تاهو ورينا باش يسخر. الطوبيه ما بقاش على الطوبيه، كما تشاهدوا معنا في الصوره لوك جيد لهذا البطل هذا طونديم اكرد حميد البروج. الله يسخر كما كتشاهدوا معنا في الصوره. الله يسخر الاخ بالعيد، الحمام قليل ولكن من المستوى الرفيع. الله يسخر كما كتشاهدوا معنا في الصوره. هذا اللوك بالنسبه للاناث كما كتشاهدوا معنا في الصورة. الله يسخر لوف جيد لهذا البطل هذا، لوف نقي خالي من الأمراض والرياسيون كما كتشاهدوا معنا في الصورة. لوف جيد الله يسخر. هذا اللوف بالنسبة للذكور الله يوفق، وكيعتبر البطل ديالنا اكرد حميد من القدماء الولاعة هنا بمدينة الدار البيضاء وبالضبط بعملة درب السلطان الفداء. الله يسخر كما كتشاهدوا معنا في الصورة، هذه هي الحمامة الثانية المعلن عنها فداء المسابقة. ونتعرفوا على النيميرو الباك الاخ البروش، فين الحمامة؟ جبنا الحمامة نشوفوا الحمامة الثانية. كما كتشاهدوا معنا في الصورة هذه الحمامة المعلنة عنها فداء المسابقة. الله يسخر اخ البطل ديالنا اكرد حميد، تم الانجاز ديالو في هذا اللوف في هذا الموسم. الله يسخر ليه. اخر كلمه بالنسبه لك الاخ حميد. الحمد لله احنا غادي في واحد كاينه واحد المنافسه اللي غاده شريفه بالنسبه لهذ المرحله ديال السرعه اللي حنا كنتنافسو. كاين واحد اربعه الناس ولا خمسه، حنا اللي كاينه واحد المنافسه على المرحله شنو غيديها، وكنتمنى التوفيق للجميع. روح رياضيه اللي داها غنباركو ليه وصحته. شكون هما الاخوان اللي كيتنافسوا معاك من اجل لقب مرحله الصوره؟ كاين الاخ كاين سحيم دا جنان، كاين الاخ عز العرب زمو، كاين عارفو كاين الاخ علوش، كاين ديدو، كاين
الاخ شروق، هادو كاع كلهم قراف قراف في النقاط، والحمد لله كاين واحد المنافسه اللي شويه كاين واحد الاحتكاك. والاخوان اللي تم الاعلان بالحمام في الوقت جد مناسب، هو صحيم دا جنان و... كاين صحيم دا جنان، كاين انا، كاين الاخ طارق والزرهون الله يرحمه، كاين وكيلي، كاين الاخ وكيلي، هادشي اللي هادو اللي سمعت من ديكلارين تساعد زين. ونظر النقاط، النقاط كاين قراب دابا، النقاط بقينا قراب بيني وبين جنان صحيم دا وبين عز العرب. هادو النقاط اللي هنا كاين شويه، كاين المنافسه على الرتبه الاولى. وبالنسبه للمسابقه المتبقيه اللي غادي تحسم من هو بطل هذا، هي هذه المسابقه جايه ديال السيد المختار، هي اللي غتحسم البطل ديال المرحله الصراعه، المرتبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه كنشكرك الاخ طونديم اكرد حميد البروش، نشكركم على حسن الضيافه. شكرا الاخ بالعيد، كرم الضيافه والحسن الاستقبال. نشكرك الاخ بالعيد حتى على هذه المجهودات اللي كتقوم بها، وراك مضحي معنا حتى بوقتك، والله يجازيك بخير. كان هذا العمل هذا جد مهم بزاف لهاد الولاعات، وكنشكر الاخوان المشاهدين، ونتمنوا حظ سعيد للجميع، لينا والجميع. وهاد المنافسه راه زوينه مادام كتكون شريفه، ما فيها لا حقد لا حسد، لا راه الامور غادي تزين الحمد لله. ماشي لك شي كلمه الاخ البروشي، اخر كلمه بالنسبه لك. كي تشوف الاخ بالعيد هاد المنافسه غادي زوينه، كنتمنوا حظ سعيد، كنتمنوا واحد السعيد للجميع ان شاء الله، التوفيق جميع الابطال ديال المنتدى التحدي ديال السلطان لهذ المرحلة الصراع. والله يسخر، وبالاسم ديالي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى والنواحي، تشكر جميع الاخوان ديالنا المتسابقين والابطال، جميع الجمعيات اللي ما حلفهمش الحظ، تنقول لهم استمروا في المهام ديالكم وبالتوفيق في باقي المسابقات المتبقية في هذا الموسم. الى هنا نستودعكم الله، والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله. شكرا على الزياره ان شاء الله، الى اللقاء ومع بطل اخر، الى اللقاء.